لقى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ترحيبا من الجانب الفلسطيني، فيما لقى استهجانا من الجانب الإسرائيلي. العلاقات الإسرائيلية الأمريكية في فترة رئاسة ترامب كان لها منحى آخر من القوة، خاصة بعد عدة وعود قطعها ترامب على نفسه لصالح تل أبيب والتأييد المطلق لها خلال حملاته الانتخابية، ومن تلك الوعود نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. وعلى أمل تلك الوعود جاءت المفاجأة، ويتوقع ترامب قرارا يقضي بعدم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في الوقت الراهن، في حين أعلن البيت الأبيض بأن القرار لا يعني تراجع من ترامب عن دعمه لإسرائيل والتحالف القائم بين واشنطن وتل أبيب. فالتأجيل يسعى إلى زيادة حظوظ نجاح المفاوضات بين إسرائيل والجانب الفلسطيني. هذا أولا استمرار لسياسة الولايات المتحدة المبنية على الإجماع والقانون الدولي بعدم الاعتراف بسيطرة إسرائيل على القدس المحتلة. هذا أيضا مؤشر على جدية الرئيس ترامب باتجاه إعطاء السلام فرصة حقيقية، وأن يركز أكثر على فرص السلام منه على إرضاء نتنياهو. بالمقابل عبر بنيامين نتنياهو عن خيبة أمله بعد قرار ترامب، قائلا إن الإبقاء على السفارات خارج القدس يضر عملية السلام. نتنياهو قال أيضا إن الموقف الثابت لإسرائيل هو أن السفارة الأمريكية شأنها شأن سفارات جميع الدول ويجب أن تكون في القدس. قرار ترامب هل سيكون ورقة ضغط من واشنطن على تل أبيب ويزيد من فرص تحقيق السلام، أم مجرد قرار وقتي سيتغير يوما ما؟ للمزيد في هذا الشأن معي هاتفيا من رام الله الكاتب الصحفي أحمد زكارنا. أستاذ أحمد، أهلا بك معنا في أونلايف. يعني المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ريدين رحب بهذه الخطوة وقال إنها خطوة إيجابية تعزز من فرص السلام، ولكن ما جدوى هذه الخطوة إذا كانت ستحدث؟ مسؤولون أمريكيون قالوا إن ترامب ملتزم بوعد الانتخابي ولكن هو فقط أجل هذه الخطوة. يعني إذا السؤال هو ليس ما إذا كان هذا القرار سيتم أم لا، السؤال هو متى سيتم تفعيل هذا القرار؟ يعني هو هذا القرار إن كان سيتم أو لا لن يتم، هذا لا أستطيع لا أنا ولا غيري البت فيه أو الجزم فيه، ولكننا يجب أن نعلم أن السياسة هي فن المتحرك وليس فن الثابت، بمعنى أن الوعود الانتخابية ليست شرطا أن تنفذ دائما لا من الرئيس الأمريكي ولا من غير الرئيس الأمريكي، وبالتالي هو لديه مصالح في المنطقة. في الجولة وفي الزيارة التي قام بها في منطقة الشرق الأوسط وبدأها من السعودية وانتقل إلى أماكن أخرى، كان هناك مصالح أمريكية تربطه بهذه المنطقة. ارتأى وقيل له أن لا تأتي على ذكر موضوع السفارة لأن منطقة القدس تحديدا هي لب الصراع العربي الإسرائيلي والفلسطيني والمسألة الفلسطينية الإسرائيلية الحالية، وبالتالي إن حاول ترامب أو غير ترامب أن يلعب في هذه المنطقة سيفجر المنطقة وسيعطي سبب آخر للمجموعات المتطرفة في الشرق الأوسط كله لتقول أن الأمريكان واليهود هم يحاولون يعني تهويد المنطقة إلى ذلك، وبالتالي ترامب هو أجل الأمر وربما يلغيه وربما يعمل على هذا التأجيل إلى ما لا نهاية، خاصة حينما نعلم أن السياسة الفلسطينية الخارجية وتحديدا في واشنطن هي تعمل بسياسة الاستراتيجية بعيدة المدى في ربط علاقات وتوضيح صور للمشهد حقيقة في المنطقة، وتحديدا ما كان يتحدث في التقرير الدكتور حسام زمرو وهو الذي عين مؤخرا سفيرا لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وهو شاب نشيط جدا وله علاقات واسعة في واشنطن. نعم. ويحاول من خلال هذه العلاقات أن يوضح حقيقة المسألة، مسألة القدس تحديدا. نعم. وعبثية اللعب في هذه المنطقة. نعم. أستاذ أحمد، البعض يرى أنه ربما نتيجة هذه الخطوة سيتطلب على العرب وليس الفلسطينيين فقط تقديم تنازلات، ربما تطبيع أكثر، علاقات أكثر، مكاتب سفارات، خطوط طيران وما غير ذلك نتيجة ما أقدم عليه ترامب من تأجيل هذه الخطوة. نعم، وهذا صحيح وهذا بدأ فعلا، وهذا لم يبدأ مع زيارة ترامب ولكنه زيادة
بعد زيارة ترامب. يعني قد كان هناك علاقات موجودة بما فيها علاقات وإن لم تكن في العلن، ولكن الكل يعلم بالعلاقات التي تربط تل أبيب بالعواصم الخليجية تحديدا، عواصم القرار في الوطن العربي. هناك علاقات طبيعية لها علاقة بعمليات سلام كامب ديفيد في مصر وبعربة مع الأردن، هذا موضوع مختلف تماما. ولكن هذه العلاقات بالفعل هي زادت وستزيد في المرحلة القادمة، لأن الفكرة التي جاء بها ترامب هي فكرة إدخال إسرائيل في حلف عربي إسرائيل ضد إيران. وبالتالي يعني نحن نتوقع أن يكون في ذلك، ولكن على العرب أن يطالبوا بالمقابل بالملف الفلسطيني، ملف الحالة الفلسطينية. شكرا لك الكاتب الصحفي أحمد زكنا، كنت معي عبر الهاتف من رام الله.